مشاهدينا الكرام، مساء النور عليكم ومساء الورد لكل متتبعي قناة السلام الجزائرية في هذا البرنامج، برنامجكم للمرأة ككل مرة، ككل اثنين وخميس، معكم بمواضيع مختلفة بضيوف مختلفة متواجدين معنا هنا في الاستوديو. اليوم معنا الأخصائية النفسية داليا ريما. نقول لك أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة. أهلا بك ومرحبا بضيوفنا والمتابعين الأعزاء. الله يسلمك. وش رايك يا ريما؟ لاباس الحمد لله. صحتك؟ لاباس الحمد لله. وانتم لاباس؟ الحمد لله. ريما اخصائيه نفسانيه، جلستي معنا المره اللي فاتت، المره السابقه على قناه السلام الجزائريه، هدرنا على مواضيع مختلفه تخص المرأة في هذا البرنامج. اليوم عندنا موضوع اخر اللي يهم المشاهدين ويهم النساء بصفه خاصه ويهم العائلات الجزائريه اكيد بصفه عامه. نعم، موضوعنا هو الاضطراب النفسي ما بعد الصدمه، ولا نقدر نقول الاضطراب ما بعد الصدمه النفسيه. نعم، واش تقدري تعطينا كتعريف لهذا الموضوع قبل ما ندخلوا فيه؟ الاضطراب ما بعد الصدمه النفسيه وهو PTSD نقولوا له، باش نعرفوا انه الصدمه وشنو هي. هي حاله عقليه نفسيه صحيه نفسيه. تنتج على صدمات، او الانسان كيقابلوا موقف او مرعب، يعني صدمه مرعبه فيها خوف رعب شديد. تحدث الصدمه يعني تستاثر بهذا المخاوف. نعم، هذه هي الصدمة النفسية. تقدر تكون ما بعد الصدمة النفسية. نعم، يعني تقدر تكون من ربما من حالة الصغر، ولا مرحلة مبكرة من العمر، ولا بالنسبة للأطفال اللي يتعرضوا لصدمات ولما يكبروا يقعدوا بتلك الصدمات اللي تولي لهم مشاكل مع الوقت. نعم، نفس الشيء. نفس الشيء، كاين اللي صدمات تحدث في مرحلة الطفولة، وكما يكونش علاج نفسي وما يكونش عندها تتبع في علاجات نفسية ولا علاجات دوائية، يعني يوصلوا في مرحلة عمرية زمنية يكون هذاك الإنسان أو تكون المرأة مدمرة. مدمرة شخصيتها، نفسيتها، حتى في الجسم تاعها، لأن الاضطراب ما بعد الصدمة النفسية ثانيك عنده نتائج على الصحة الجسدية للمرأة. نعم، أنت كأخصائية نفسانية، هذا السؤال راح يكون تفاعلي فقط، كأخصائية نفسية في العيادة تاعك تلقاي نساء ربما عندهم هذه الصدمات ولا مثل هذا النوع من الصدمات، يقدر يأثر لهم في مشاكل عائلية، يقدر مع أبنائهم، يقدر حتى ينحي لهم يعني لا كونفيونس، ينحي لهم الثقة بالنفس، يتزعزع الأمان. يتزعزع الأمان بالاستقرار تاعهم، يتزعزع كما نقولوا حنايا بالدرجة تاعنا بالعامية تاعنا. على توجور نروحوا للاحداث ولا الصدمات اللي يعيشها الطفل ولا الطفله كي تكون صغيره. كي تكبر تزيد تصطدم في بالواقع، مثلا الاحداث ولا الصدمات اللي تحدث للمراه، سبيا منها الطلاق، منها العنف الجسدي، منها الاعتداء الجنسي، هذو كامل عندهم تاثيرات يعني سلبيه على المراه. وزيد حنايا يعني نمشوا شويه مع توجور المراه يعني تكون تحت الدرك تاع العادات والتقاليد تاعنا، المجتمع تاعنا مجتمع جزائري بحت، يعني معروفه العقليه تاع الجزائريين تاعنا، الله يبارك ما شاء الله. تفوت تحت هذوك الضغوطات مع الصدمات والمواقف المرعبه اللي تعيشهم والاحداث المرعبه اللي تعيشهم، يعني اغلب النساء تكون يحدث لها اضطراب الصدمه النفسيه ما بعد الصدمه النفسيه. اثارها يعني نقدر نقولوا الاثار اللي تخلي هذه الصدمه، كاين اثار عديده، يعني الاثر انها تولي في عزله، انطواء، كره الذات، يعني كاين اللي تنتقم من الذات، تنتقم هي بالنسبه ليها تنتقم من المجتمع، كاين اللي تنتقم من الاوليات بذاتها، يعني تغيير سلوكاتها، تغيير انفعالاتها، تقلب المزاج تاعها. نعم، نروح سؤال آخر، كيف يتم تأثير الصدمات النفسية على النساء مقارنة بالرجال؟ يكون في اختلاف بين كلا الجنسين، بين النساء والرجال؟ تفضلي أستاذ. هناك اختلاف طفيف يعني ماشي بعيد، ولكن كاين اختلاف في التأثير تاعها الجسدي على المرأة. أنه الأمراض الجسدية يعني احنا نقولوها البسيكوسوماتيك تصاب بها النساء 10% مقارنة بالرجال 5%، يعني ماشي حاجة. علاه؟ باسكو نعرفوا باللي الرجال عندهم الصلابة النفسية، الصلابة الذاتية.
الفات اللي هما يقابلوا يروحوا للحروب يكونوا واجدين للحروب، المراه معروفه بالعاطفه تاعها والانفعالات تاعها، تما توجور تسبق العاطفه تاعها في اي حادث صادم اللي صرا لها في حياتها. تاثيرات قلت لك على حسب صدمات ثانيك، بس الصدمات النفسيه والمواقف المرعبه اللي تعيشهم المراه مختلفه نوعا ما على الرجل. الرجل كاين بوكو بلوس يعني الحوادث السير، يعني تصرى بكثره للرجال على النساء، باسكو ماشي النساء اللي ما احنا في المجتمع تاعنا، نهضر على المجتمع تاعنا مجتمع ذكوري، يعني قليل وين المراه تسوق، يعني هذا وين بداو يعني نلقاو النساء يسوقوا الحوادث والنساء كيسوقوا يعني يديروا الاحتياطات تاعهم ماشي كيما الرجال. تما حوادث السير نلقاهم بوكو بلوس عند الرجال. نعم الرجال نشوفوهم شويه نوعا ما متهورين وعادي جيتهم عادي وشويه متسلطين يعني في الاسم تاعهم. باغ كونطخ على المراه قلت لك دير الاحتياطات تاعها يعني في السياقه تاعها. هذه بالنسبه من الحوادث المرور. الحروب يعني نعرفوا باللي الرجال هما اللي يكونوا في في الصف الامامي يعني. باغ كونطخ على المراه يعني عندها دور في الحروب ولكن ماشي كيما الرجل. لكن المراه بوكو بلوس على الطلاق، عندها تاثير قوي في الطلاق تاعها، في الاعتداءات الجنسيه والتحرش الجنسي، يعني باسكو نسمعوا بزاف عند على المراه يعني الاعتداء الجنسي يحدث على المراه بوكو بلوس على الرجل. يعني ماشي رجل بالك على الطفل يعني في مرحلة الطفولة، ولكن الرجل يعني قليل اللي تسمع صرا له اعتداء جنسي. العنف الجسدي ثاني بوكو بلوس أو يصرى على المرأة بابوغ على الرجل. نعم يعني هذا هنا التأثيرات يعني تكون مختلفة. سامحيني أستاذ نقاطعك فقط في هذه الكلمة، نشوف أنه العنف الجسدي ولا العنف الجنسي ولا بين الرجل والمرأة حتى في مرحلة الزواج، يعني يكونوا متزوجين لكن يحدث هذا العنف وين المرأة تولي في صدمة، تولي تبتعد على الحياة الزوجية تاعها، تبتعد وقلت لك تبدا يعني تولي يكونوا اسباب هكا يعاودوا يسترجعوا لها الحدث هذاك الصدمي. تتغير مزاجيا وانفعاليا جسديا، تولي دير في سلوك غير يعني غير يعني قابل. كانت مده معينه شفت على مواقع التواصل الاجتماعي كانت في دكتوره تتحدث على هذا الموضوع وتقول لهم انه في ازواج حتى المراه تكره وتلقى روحها ماشي مستقره، تلقى روحها يعني في حياه زوجيه ربما فيها غير عنف، والعنف في كلا الحالتين يعني عنف نقدروا لزوجي، عنف البيت، عنف لفظي، العنف بجميع انواعه. نعم العنف فعلا نقولوا العنف هي اكثر حساسيه للمراه، لانه المراه سبق كما ذكرت لك انه المراه معروفه انها تمشي بالاحاسيس نعم بالعاطفة تاعها، عكس الرجل اللي يمشي بالعقلانة يعني بالعقل يحب قبالة النتيجة. المرأة تمشي توجور بالعاطفة تاعها، تماما في قراراتها دير يعني تعتمد على العواطف تاعها، عليك يكون عندها تأثير يعني شوية كما نقولوا احنا يثقيل بالدرجة تاعنا على المرأة الجزائرية. نعم وما هي الاستراتيجيات عفوا الفعالة لعلاج من صدمات النفسية؟ هي يعني الذهاب الى اقرب مختص نفسي. دونك كاين عده علاجات، كاين علاج نفسي، علاج دوائي، علاج دوائي يقدمه الطبيب العقلي، طبيب النفسي العقلي، وكاين علاج نفسي منها كمختصة أنا في العلاج المعرفي السلوكي، كاين علاجات معرفي سلوكي يعني مدة تاعو قصيرة بصح نتائج تاعو مبهرة. مدة العلاج فيها 6 أشهر يعني بنسبة من 1 إلى 2 حصتين في الأسبوع، يعني في الشمل كامل جينا واحد 16 جلسة، كل جلسة عندها من 60 حتى 90 دقيقة، فيها كما نقولوا طرق ودي ميثود كما نقولوا حنايا نستعملوهم في العلاج المعرفي السلوكي، ومنها هو إزالة الحساسية المنتظم. مش معناتها إزالة الحساسية المنتظم أنه هذيك المرأة نبداو نتعاملوا معاها ولا نبداو العلاج معاها على أساس تخيلات، نبداو نقول تتخيل الموقف أو الحدث الصادم اللي خلاها تدخل في هذا الاضطراب. تتخيل يعني بالتخيلات، كل ما نتخيلوا هذاك الامر والتكرار تاعو كل ما تنقص الحده تاع هذاك الحدث الصادم اللي اثر عليها وعلى حياتها. ومن بعد يولي في الميدان، يعني كاين جلسات
وين نخرجوا لي مالاد، نخرجوا يعني العميله او المريضه تروح للميدان، الميدان وين حدث لها هذاك الحدث الصادم. مثلا وحده يصرى لها عنف جسدي ولا عنف لفظي في مكان معين، من الاعراض اللي تبين، بس ما هضرناش على الاعراض احنا قبلها ندخلوا عليهم شويه، نقصروا عليهم شويه. من الاعراض انه تتجنب هذاك المكان، ولا كما نقولوا الزنيقه اللي جلست عليها باش صرا لها هذاك الشيء. سمحوا لي على التعبير تاعي، راني نعبر شويه بالدرجه باش ان شاء الله الميساج يلحقني. يلحق لكم بلوتو. يعني تيفيتي احنا واش نديروا مور التخيل، يعني في المكان وين في مكان العلاج، نروحوا لهذاك المكان اللي حدث هذاك الحدث الصادم، وتبدا نديروا لها باش نديروا ازاله الحساسيه المنتظم، نعرضوها لهذاك الحدث. نعم. تتعرض ليه يعني بعد ما تكون تعرضت ليه في الخيال تاعها، تتعرض ليه يعني في موقف سوا يعني ندوها لهذاك يشافيها نوعا ما الصدمات يعني. لانه لما تتخيلي هذا الموضوع، بمجرد انك تتخيل انك في مثلا في مشكل، لازم تتعرض لهذا المشكل ما بعد باش يعني تعرف كيفاش تخرج من المشكل. لازم بصح تكون نفس الشيء يعني بصح لازم نتقيدوا، يعني كاين معلومات كاين اجراءات نديروهم. لا ما تخلطتش، نصفوها باذن الله. نعم. كاين اجراءات وتقيدات اللي نتقادوا بهم. ماشي باغزومبل هي صرا لها حدث صدمي، مثلا الضرب، العنف الاسري، يعني الزوج تاعها يضربها ومن بعد تدخل في حاله اكتئاب ومن بعد يزيد يجي يضربها، نقولوا لا دوك تفوت الصدمه باسكو زادت تعرضت نفس الموقف عادي. هنا راهيك شغل، راهي صدمه مور صدمه صدمه، يعني راهي عده صدمات. هذو عده صدمات اللي خلوها تدخل ولا تمرض باضطراب ما بعد الصدمه النفسيه. نعم. هذا يعني ماشي حدث واحد، باسكو على دفاسون على حسب الشخصيات كما ذكرنا في الحلقه السابقه، قلت كاين امراه من امراه. نعم. على حسب الشخصيات، على حسب لي كاركتر. كاين امرأة يعني عندها الميكانيزمات الدفاعية النفسية قوية جدا، يعني محصنة في الأنا، وكاين اللي لا كاين اللاوعي تاعها دائما يخرج. كاين اللي هي تعرف دير ليكيليبغ، صح، كاين اللي اللاوعي تاعها دائما يعاود يخرج هذاك الحدث الصادم، يكون حدث صادم صغير، مي وشنو يكون هو العامل المفجر لهذا الاضطراب. نعم. فهمتي مدام؟ ربما يكون صدمة، يعني تكون صدمة بعد صدمة حتى الإنسان يبتعد كل البعد على هذاك الإنسان، ما قدروا نشوفوها. تجنب. يعني أكيد كاين اللي يزيد في الاكتئاب وربما يزيد في الصدمات النفسية، وكاين اللي يبتعد تماما. هنا ونشوفوا الفرق بين مرأة ومرأة، بين الفرق بين أنثى وأنثى، نفس الموضوع اللي تحدثنا عليه المرة السابقة. نعم. هنا يكمن الاختلاف ما بين امرأة وامرأة. ومشي غالبية النساء مشي أجمعهن يعني اللي يحدث لهم هذا الاضطراب. ثاني كي يصرى له تأثير، هي دائما نولوا للصدمات النفسية تاع الصغر، يعني كيفاش قلت لك العلاقات الزواجيه ما بين الام والاب، يعني الحياه الاسريه، المجتمع، يعني لونتوراج كيفاش كانت عايشه، ما بين علاقتها ما بينها وما بين الاخوه تاعها الذكور، باسكو حنا في المجتمع تاعنا توجور عندنا التفرقه ما بين الاخ والاخت، توجور الطفله. نعم. يعني الامراه انت يا هكذا وهكذا، هذا هما الواجبات تاعك والحقوق تاعك. اما نشوفوا في الرجل يعني عنده كما نقول احنا 70% ان شاء الله يكونوا بداوا يفيقوا الناس، يعني الحمد لله يا ربي، وبداوا في التربيه السليمه. في العائلات الجزائرية نشوفوا كما قلت يا أستاذة أنه دائما الذكر عنده أولويات وعنده حقوق، والأنثى عندها يعني نقدروا، بس كل مجتمع اللي رانا فيه مجتمع ذكوري. يعني مجتمع ذكوري بحت. نعم. يعني في هذه الأونة الأخيرة اللي بداوا يفيقوا الناس، بداوا يشوفوا، بس كما قولوا الجيل الأسبق تاع الأمهات تاعنا والأباء تاعنا ماشي نفس الجيل تاعنا. يعني إحنا يا وش عشنا في صغرنا رانا نتعلم ورانا نثقف، يعني الحمد لله هي دخلت الثقافه في بلادنا، الحمد لله الناس ولات تسعى باش تثقف في هذا الامر وهذا الامر. درك الام ولا الاب ولا يسعى باش يعرف وليده واش بيه ولا بنته واش بيها، ولا يبحث ثانيك باش يعرف الطرق باش يجبد بنته ولا باش يجبد وليده، يعني في الطريق انه التربيه راهي الحمد لله راهي بدات يعني تولي في التربيه السليمه. مانيش نقول الجيل تاعنا يعني كانت التربيه خاطئه، الحمد لله يعني ما شاء الله عليهم، ولكن كاين اختلاف ما بين جيل وجيل. نعم.
كاين هذا اكيد. نعود نروحوا لسؤال اخر لطرق الوقايه من الاضطراب النفسي الصحي. طرق الوقايه هي اهم شيء انه المراه كي يصرى لها الحدث الصادم ما تديرش نفسها كانها ضحيه. يعني تبدل النظره تاع هذاك الحدث الصادم، دير على اساس انها ناجيه، انها نجاها ربي ولا نجات من حدث صادم، من حاجه يعني من تجربه سيئه، راهي ناجيه ما راهيش ضحيه. نعم، بس تشوفها بطريقه ايجابيه. فوالا. نعم. التقبل، تقبل الامور، انه احنا عندنا امور كيما تصرنا الحاجه المليحه كيما تصرنا الحاجه ماشي مليحه. يعني كي نتقبلوا هذه الامور ثانيك تكون شويه الحده تاعها تنقص، الحده تاع الصدم. التعايش يعني النشاطات الترفيهيه. وثانيك لازم توجور نعاودوا للنقطه المهمه، السند. السند الاجتماعي تاعنا. كي يجي انسان لينا يبدا يهضر، احنا نسموها ما هي نوع من انواع التفريغ العاطفي. يدير لك دياغي دو بارول كما نقولوا، يهضر بزاف، يهضر نوع من الثرثره. ما تقدريش تحبسيه، هذاك لازم تسمعي له. بس كل ما المراه تجي تهضر، احنا نشوفوا بزاف نساء وين يتلاقاو وقصروا يقصروا، يجبدوا التجارب تاعهم سيئه تما هما كانوا عندهم صدمات نفسيه. وكل ما يقصروا عليها كل ما راهي تنقص الحده تاعها حتى تولي يولي موضوع يعني عادي. عادي احنا نشوفوا يعني مجرد النساء. لو انهم استاذه تفكرت سؤال، لو انهم النساء يخموا بهذا يعني على هذا المنوال، ولا يقول لك انا ربما ابتعد على هذيك يعني لا غولاسيون توكسيك كما نقولوا حنايا، ما يصراوش هذه المشاكل، ما تدخلش المراه في مشاكل صحيه ولا مشاكل نفسيه. هنا نشوفوا اختلاف. هناك اختلاف. نعم. طبعا، لانه اختلاف الشخصيات، كاين شخصيه ساديه، كاين شخصيه المجوسيه هي اللي تحب هذاك العنف. نعم، كاين في شخصيات يعني في شخصيات يحبوهما العنف، يحبوهما العنف. هما في الشخصيه تاعهم هي شخصيه مرضيه. نعم. يعني غير سويه، غير طبيعيه. تحب هي العنف، لو كان ما يتمارسش عليها العنف تحس بلي كاينه حاجه ناقصه في العلاقه. وكاين اللي هي تمارس العنف. نعم، هي تمارس العنف، هي لو كان ما تمارسش العنف على انسان اخر تحس باللي. وما هي الطرق اللي تخليك انك تعرف شخصيتك واش تحب واش ما تحبش في العلاقات؟ كاين عده طرق. نعم، كاين عده طرق. عطينا طريقه واحده استاذه. واحده فقط. نعم، كاين عده طرق. الشخصيه تعرفي لي من تميلي. وكي تبداي تصححي، تبداي تعرفي لي من تميلي وتشوفي التجارب تاعك على حسب التجارب اللي عشتيهم انت في حياتك. تبداي كيما نقولهم انا دائما حكموا ورقه وستيلو، ديروا الايجابيات والسلبيات. سلبيات الى هناك في امور سلبيه بون، كي نديروا الايجابيات رانا ملاح في الايجابيات، من بعد نروحوا للسلبيات. الحاجه اللي تقدر تتصحح صحوايا لو كان 1%، حاجه اللي ما تتصححش نسيو كيما نقولوا نطمسوها بسلوك ايجابي، بحاجه ايجابيه. يعني هذه هي الحاجه اللي هنا تعرفي الشخصيه تاعك وين راهي رايحه، وتزيدي تطوري فيها، باسكو كاين امور اللي يتبدلوا يتغيروا في الشخصيه على حسب التجارب. هي الحاجه اللي تبني لك الشخصيه تاعك سي بيان التجارب تاعك اليوميه تاع الدنيا تاعك. نعم، اكيد. اعطينا فقط نصيحه ولا مستخلص القول على الموضوع اللي تحدثنا عليه اليوم، راح يفيد كل النساء اكيد اللي عندهم مشاكل نفسيه، مشاكل نفسيه صحيه، اللي عندهم مشاكل اسريه، اللي راهي في اكتئاب كما قلت استاذه. عندنا موضوع اخر راح نتحدث عليه الاسبوع القادم بحول الله، هو نعم الوسواس القهري، وهو مشكل لدى جميع النساء، لدى جميع العائلات، ونشوفه عند النساء والرجال، لكن عند النساء بصفة خاصة. نعم، ونشوفه أيضا أغلب المشاكل اللي يكونوا بين الزوجين ولا بين الكوبل هو الوسواس، وهي تولي تتوسوس وهو يولي يتقلق ويحدث فيه مشاكل. هذا الموضوع راح نشوفه الأسبوع القادم بحول الله، لكن اليوم أعطينا فقط كلمة لكل النساء ولا نصيحة لكل النساء على هذا الموضوع اللي تحدثنا عليه. نصيحة، يجب التقبل. التقبل، وكما قلت لازم توجور نديروا هذيك التجربة على أساس تجربة علمتنا، توجور نشوفوا منها يعني دائما، نشوفوا دائما الجانب الإيجابي.
وشوفوا نفسنا نديروا من ناجيه انه الحمد لله نجاني يا ربي، ولا ربي سبحانه وحنا ما بدرانا مسلمين الحمد لله ونؤمنوا بربي، انه هذاك الشيء جاب ربي سبحانه لحكمه معينه باش تبين اشياء، باش نكتشفوا اشياء، وباش نصححوا اشياء، وباه الطريق اللي رانا فيها يا نغرسوا فيها اشياء يا نبدلوا اشياء، نبدلوا الطريق يعني كومبليتوم. والاشياء السلبيه نديروها تكوتي. هذه هي النصيحه الوحيده. شكرا استاذه، شكرا على كل هذه المعلومات، شكرا على الحلقه، جازت خفيف ظريف. الله يسلمك. نعم بارك الله فيك. نعود نرجع لكم مشاهدينا الاكارم، ان شاء الله تكون عجبتكم حلقتنا لنهار اليوم، تحدثنا على مواضيع مختلفه، كانوا في مواضيع ولا اسئله خفيفه اللي ربما تلحق لكل المشاهدين بصوره واضحه. نقول لكم لحقنا لختام عددنا لنهار اليوم من برنامجكم للمرأة على قناة السلام الجزائرية. نقول لكم موعدنا يتجدد معكم كل اثنين وخميس على الساعة 7 مساء على قناة السلام. نشكر كل الطاقم، كل الناس، كل الضيوف. شكرا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.